اهلا بحضراتكم مره تانية. الاهلي كان اعلن من خلال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي المتخصص في مجال التسويق عن قيمه رعايه الاهلي من ناحيه البث ومن ناحيه الرعايه بشكل عام، والاهلي كان اعلن عن 2 من الرعاه الرسميين للنادي بما يزيد عن مليار جنيه مجتمعه ما بين الرعايه وما بين البث التلفزيوني. 660 بث، 660 مليون بث تلفزيوني، وعليهم على مستوى، وده بزياده 13% على الراعي اللي فات اللي هو 15%، ده الرعايه. لكن على مستوى البث التلفزيوني كان 660. طب الرعايه كانت كام كلها على بعض؟ الرعايه كانت 510، وبالتالي التوتال يعني وصل لمليون و200 تقريبا. الزمالك على جانب اخر، رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور كان طلع اتكلم في انه الوضع ده صعب جدا، انا معروض عليا 280 مليون جنيه كبس كرعايه، وان الرقم يعني اقل اربعه بالنسبه للاهلي، اربعه اضعاف عن الزمالك سواء كبس او كرعايه، وان هو مش هيوقع على حاجه زي دي. القصة الحقيقة ان هي اثارت جدلا، وهي ربما جدل منطقي يعني بالنظر لانه ليه الفارق يبقى عامل كده. فجمهور الزمالك مستاء، جمهور الاهلي بيتكلم على انه انا لسه ما كملتش رعاتي كمان، وبالتالي ممكن كمان يبقى في رعاه اكتر. طبعا هو الرعاه اللي جايين مش هيبقوا بنفس حجم الرعاية الاولى والرعاية التانية، سواء الشركة الخاصة بالاتصالات او البنك. لكن الناس بتتساءل على المعايير، الناس عايز تعرف كيف بيتم الحساب، ازاي نادي ياخد اكتر من نادي رغم التساوي في الشعبيه مثلا او في الجماهيريه، او ان الشعبيه مش كتيره، ازاي ده يبقى واخد بطولتين دوري متتاليتين ورغم كده بيبقى الفارق بهذا العدد الكبير من الملايين مع النادي الاخر. تعالوا نعرف بعض الاجابات على هذه الاسئله من متخصص. انا بحب جدا اتواصل معاه وقت الحاجات الاقتصاديه دي تحديدا في عالم كره القدم، وهو الصديق والزميل العزيز عبد الرحمن الشويخ، مدير المحتوى الرياضي في موقع ايكونومي بلس اللي معانا عبر زوم. عبد الرحمن اهلا بيك، منور الدنيا كلها. ده نورك، ودايما يعني بحب اتفرج عليك، ومبسوط جدا ان انا معاك النهارده. انت عشرة عمر برضو من البدايات، من زمان يا عبد الرحمن. طبعا طبعا مبسوط طبعا جدا بوجودك معايا، واحب ابدا معاك بالمعايير. على اي اساس، سؤال عام جدا، بيتم حساب ما يستحقه النادي في فلوس الرعاية وفلوس البث التلفزيوني؟ طيب، احنا مبدئيا عايزين نوضح حاجة، ان الرعاية نوعين، بث تلفزيوني زي ما انت قلت وحقوق تجارية. بالنسبة للبث التلفزيوني، هو توتال اجمالا في مصر المعيار الرئيسي هو المفاوضات. المفاوضات ده العرف العام رقم واحد. رقم اتنين، دي محتاجة برضو ان الناس تعرفها، ان آلية العمل في قصة الحقوق التجارية تغيرت هذا الموسم. تغيرت بحيث ان الشركة المسؤولة عن هذا الملف هي وسيط اكثر منها في دور ان هي جالبة للرعاة، او ان هي بتتولى الملف بالكامل كما هو كان يحدث في السنوات السابقة. طب ده يفرق في ايه دلوقتي؟ التغيير اللي حصل ده في الآلية يفرق في ايه؟ التغيير ده يفرق في نجاحك انت الشخصي في جلب الرعاة، ان كل نادي مسؤول بشكل كبير من خلال ادارة التسويق اللي خاصة بيه في انه يحضر رعاة خاصين بالنادي. تمام. ده هل له اثار؟ له اثار في أندية عندها إدارة تسويق وشغالة من بدري على هذا الملف. وحضرتك سبق ووضحت أنه الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي هو في الأصل أستاذ في التسويق، رجل أكاديمي معروف في هذا القطاع. في المقابل، أن نادي الزمالك لا يوجد فيه إدارة تسويق، وأعتقد أن الملف بالكامل في حوزة أمير مرتضى منصور على حد علمي. طيب خلينا بقى ندخل على أرض الواقع دلوقتي. عندنا أهلي وعندنا زمالك، ده نادي، هنا كلامي على الأهلي، شعبية جارفة، اسم كبير، بطولات، تاريخ يعني، وحاضر ومليان نجوم. في مواجهة الزمالك،
اللي الحاضر بتاعه أفضل من حاضر الأهلي، بتكلم على بطولتين دوري مليء بالنجوم ربما قيمتهم التسويقية حتى في السنتين اللي فاتوا أعلى من قيمة الأهلي، بطولات القيمة أقل التسويقية للأهلي أكبر من الزمالك على مستوى اللاعبين. اللعيبة على مستوى اللاعبين حلو تمام، ده توضيح مهم. على مستوى الألقاب بشكل عام بيتفوق الأهلي، أنا بحاول أحط المعايير اللي هي معروفة إن هي بتؤثر في عقود الرعاية. ليه هل الفروقات دي تعمل الفرق الكبير ما بين الرعاية اللي حصل عليها الأهلي والرعاية اللي حصل عليها الزمالك؟ لو اشرح لي ليه. طيب هقول اكيد طبعا وهقول لك ليه. هنتكلم من بداية عصر دخول كرة القدم المصرية، عصر الرعاية، تمام، وهو الإرث التاريخي للرعاية اللي من بداية ما الناس اتكلمت والقصص الشهيرة المعروفة في بداية الألفية إن الأهلي كان بيحصل على حقوق رعاية أعلى أضعاف عادية، يعني تقريبا 40 ل 2.5 مليون جنيه، يعني فرق بعيد جدا. الأهلي أول عقد رعاية كان 40 مليون والزمالك كان 2.5 مليون تقريبا، يعني تمام تقريبا على ما اذكر علشان برضو من فهذا الارث هذا الارث فضل متوارث وبيزداد في ظل استقرار كامل في الاهلي وتغير في مجالس الادارات في الزمالك. وصلت انه في سنه 2011 وصل عقد الرعايه الخاص بالاهلي 141 مليون جنيه مقابل 25 مليون جنيه للزمالك. تمام، ده سنه 2011 بالظبط. ده في السنة الواحدة ولا العقد اللي كان مدته قد ايه؟ لا ده اجمالي العقد الاربع سنين. تمام اوكي. واستمر هذا الفارق يتقلص بعض الشيء في السنوات اللي حصل فيها تغيرات ومجالس ادارات منتخبة في الزمالك الى ان وصل الفارق ل 910 مقابل 450 في اخر عقد رعاية ما بين الناديين، اللي هو من اربع سنين تقريبا، اللي هو من 2018. تمام. فهذا الإرث التاريخي له دور كبير جدا في تحديد الرعاية، ولكن ليس انه بمعنى إرث تاريخي دي بمعنى انه اصبح معتادا ان الاهلي في جاب، فكلما زاد الزمالك طبيعي انه هيبقى الناحية التانية في زيادة عند الاهلي. بالظبط. تمام. الفارق تقلص بعض الشيء في الفترة اللي فاتت ولكن المفاجأة كانت بالنسبة لي شخصيا ما حدث في ملف البث التلفزيوني والفضائي هذا الموسم. لأنه على حد معلوماتي أن الزمالك بدأ المفاوضات مبكرا واتفق على الحصول سنويا على 70 مليون جنيه في إجمالي أربع سنوات 280 مليون جنيه. أيوة. ثم كانت المفاجأة أن الأهلي أعلن حصوله على 660 مليون جنيه، وهي مفاجأة بكل المقاييس، لأنه كان من المنطقي أن الزيادة لو الزمالك زاد بنسبة 20 إلى 25% في ملف البث التلفزيوني فالمفترض أن الأهلي يزيد بنفس هذا الحجم. ليه بنفس هذا الحجم؟ لأنه المنطقي في هنا المفروض أن في معايير، المعايير دي المفروض أنها ثابتة معاك. أذكر أن أنا في سنة 2018 أجريت حوار مع السيد عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن وشرح لي بعض المعايير الخاصة بتوزيع البث وقتها وهي تتمثل في التاريخ السابق للنادي في بطولة الدوري والتاريخ السابق للنادي في آخر خمس سنوات تمام من البطولة ونسب المشاهدة التلفزيونية لكل نادي. ودي بتتحدد ازاي نسب المشاهدة التلفزيونية دي؟ المفروض حضرتك عارف انه في تقارير، احنا عارفين ان في كل برنامج في نسب مشاهدة معروفة للناس. فبالتالي المفروض انه المباريات بتبث فكان من الطبيعي ان احنا نشوف نسب، هل هذا التقييم جاء بناء على نسب مشاهدة تقول بأن جماهير النادي الأهلي تفوق هذا الفارق الكبير عنها فيما يخص مباريات الزمالك بالنسبة لجماهيره، نسب المشاهدة هنا لمختلف الناديين هل بهذا الحجم؟ لو هي بهذا الحجم فإحنا محتاجين ما يثبت ذلك. مين اللي ممكن يحصل على الإثبات ده يا عبد الرحمن؟
القائمين على الشركه التي قامت بتوقيع هذه العقود. يعني انت بتتعجب تحديدا من البث، لكن الرعايه تراها منطقيه. الرعايه دي امر يخصك انت واجتهادك انت. الرعايه دي امر يخص نادي الزمالك والقائمين في نادي الزمالك على هذا الملف. نادي الزمالك هو ليه جزء كبير في مسألة الرعاية، في أنه هو المفروض يشتغل على هذا الملف، يعمل على هذا الملف بجدية وبجدية تامة. يجب أن يكون لدى النادي منظومة لتسويق منتجاته ولعرض لتقديم ما يغري المستثمرين لتقديم عروضهم والشركات للرعاية على في النادي. وهو أمر للأمانة في قصور كبير ويحتاج لإعادة النظر بشكل تام في نادي الزمالك. الملف ده تحديدا في نادي الزمالك بالنسبة لي ملف غامض، وغامض مش من اليوم ولكن من بداية الألفية. غالبا لا نرى إلا اسم الأستاذ خالد رفعت فقط مديرا للتسويق في طيلة السنوات السابقة. ما شفناش أي اسم تاني، وده برضو لو خالد رفعت موجود، وعلى حد علمي انه يكون موجود ليس بكامل الصلاحيات. طب خليني اقول لك هذا الملف، اقول لك شويه تساؤلات وانت تقول لي هل بالفعل ممكن تكون مؤثره في هذا الفارق الكبير على مستوى الرعايه. اتفضل. مثلا تعاقب مجالس ادارات، مثلا انه رئيس نادي الزمالك في اكتر من مره هدد مثلا بسحب الاعلانات، مثلا انه رئيس الزمالك هاجم المسؤول عن الرعايه السابقه اللي هو كان عضوا في اللجنه المعينه في الزمالك، هل ده كله ممكن يقلل من القيمه الخاصه برعايه الزمالك او يخلي المعلنين اقل رغبه في التواجد رغم اسم الزمالك وجماهيريته الكبيره؟ بالتأكيد بالتأكيد كلامك يعني بنسبة 100% صحيح. نادي الزمالك دائما يعيش على بركان في كل الأوقات، في يعني طيلة الـ 22 سنة اللي فات أو بداية من سنة 2004 تحديدا، تعاقب عدة مجالس وعدة لجان، ودائما النادي في مراحل على حافة الهوية، دائما ما يكون هناك كثير من اللغط حول مستقبل النادي، عدم وجود استقرار إداري في النادي. ففي مثل يعني بالبلدي بنقول رأس المال جبان. فالشيء الطبيعي أنه أي مستثمر أو صاحب شركة عنده خشية من أنه يقدم على هذه التجربة مع نادي الزمالك، لأنه ما عندوش الضمانات الكافية لحماية ما يضخه من استثمار ورعاية في نادي الزمالك. ده جزء. الجزء الآخر الحالة المزاجية أو الحالة الذهنية لدى الشركات والمستثمرين عن نادي الزمالك وعن إدارته. فكرة أنه المستثمر دايما يخشى الدخول في أي صراع أو أي ملاسنات أو أي أمور قضائية تجره بعيد عن أنه هو بدل ما يركز في موضوع الرعاية يدخل في سكة تانية هو في غنى عنها. فده أمر أكيد بالتأكيد له أثار سلبية كبيرة جدا يعني. طب حلو قوي. السؤال الأخير، كيف يغير الزمالك الحالة الذهنية دي اللي هي تساوي كيف يقلل الزمالك الفارق الكبير ما بينه وما بين الأهلي على مستوى القيمة بتاعة الرعاية؟ طيب أنا هتكلم عن شقين. الشق الأول أن نادي الزمالك مطالب إدارته أن هي تحصل على مستندات رسمية تؤكد أن الفارق بينها وبين إدارة الأهلي من حيث قيمة البث الفضائي وهو الرقم الثابت. أنا هنا بتكلم في البث الفضائي تحديداً. ليه؟ لأنه ده أمر معروف. المفروض أن نسبة الزيادة هنا توازي نسبة الزيادة هنا. ده أمر، فالمفروض أن إدارة الزمالك تشوف الموضوع ده مع الشركة الراعية ولو لها حق تطالب به. ده الجزء الخاص بالبث الفضائي. تمام. الجزء الخاص بالحقوق التجارية، فأولاً نادي الزمالك رقم واحد محتاج يكون إدارة تسويق فعالة تقوم على هذا الأمر تماما، رقم واحد. رقم اتنين، الزمالك عامل حالة نشاط قوية على السوشيال ميديا، ولكن الأرقام الخاصة بالسوشيال ميديا في الأهلي
تفوق الزمالك بشكل كبير. الاهلي حوالي عدد المتابعين له على السوشيال ميديا حوالي 37 مليون مقابل 14 للزمالك. الفارق ده ممكن تقيس بيه، تاخده كمعيار ليك لو انت رايح تقنع شركه، فده حاجه بتقول ان انت بتفضل مثلا تضخ مبلغ معين في الاهلي. ممكن الزمالك نفس الفارق، بنتكلم في اقل من ضعف مثلا، او يعني فارق ما هواش بهذا الحجم الكبير اللي واضح في الارقام. فعندهم حاجات كتير يقدروا يشتغلوا عليها. اضف لكده انه مطلوب جدا ان النادي يفكر فيما هو قادم. فكرة ان نادي الزمالك كل الادارات مركزة على الماضي ومحاسبة من سبقوهم امر سيء جدا، وامر يقلل من القيمة والعلامة التجارية للنادي. لابد من النظر للمستقبل وبحث عن موارد جديدة والبحث عن سبل لتنمية موارد النادي وضخ مزيد من الإيرادات، في ظل ان عايز اقول لك معلومة ان نادي الزمالك وفقا للميزانية الرسمية في عام 2021 وعام 2020 رقم ثابت، واحد 196 مليون والتاني 197 مليون على مستوى الإيرادات. ده يوضح لك ان المسألة واقفة عند حد معين في مستوى الإيرادات في النادي. مفيش أفكار جديدة ومفيش موارد جديدة ممكن تزيد من إيرادات النادي. بشكرك جدا على توضيحاتك عبد الرحمن الشويخ، المدير المحتوى الرياضي في موقع إيكونومي بلس، وبحييك كالعادة على المعلومات الغزيرة دي. على مستوى القيمة التسويقية للأهلي هي 28.5 مليون يورو، القيمة التسويقية للزمالك هي 22.8 مليون يورو. أقوى أو أكبر لاعب على مستوى القيمة التسويقية في الزمالك هو زيزو بأربعة مليون يورو، وفي الأهلي هو أليو ديانج بثلاثة ونص مليون يورو. فقط لتوضيح معلومة كنت سألت فيها خلال هذه الحلقة. على مستوى كرة